السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. بغينا نشارك معكم اليوم هذا الموديل، هذا هي الجلابة دو بياس بالثوب ديال التيجة. يعني هذا الفيديو راه كسبق لأنه شاركنا معكم، غير مثلا بغينا نقول لكم مثلا راه الثوب مازال باقي. إلا عجبكم هذا الموديل هذا غادي تسكرينيه وصيفطينا في الواتساب، غادي نقول لك الثمن ديالها بشحال كطلع. بالنسبة للتوصيل، التوصيل راه داخل وخارج المغرب، فين ما كنتي كتوصلك السلعة حتى للدار. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك زر الاعجاب كتشجيع علينا باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم بحال ما كان الجديد. بالمناسبه يعني راه مازال باقي عندنا شي جلالب ديال الثلاجه حتى هما بزواقات جداد، يعني شي حاجه زوينه غادي نشاركوها معكم حتى هي ان شاء الله في القادم من الايام. غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا يعني هاد الموديل هذا، هاد الجلابه هادي كطلع بهاد اللوينات، يعني راه كطلع راقيه. بالمناسبه راه دايرين حتى هاد التليجه هادي، يعني خدمنا في هاد دايرين منها واحد الموديل ولكن مختلفين فيها، غير زواقه اللي مختلفه. كما كتشوفوا الخدمه ديالها دي حتى هي كتجي راقيه بالطريزات الطرز الرباطي اللي مخدومه بالثوب ديال التليجه، الثوب ديال الكريب ديال الجلابة كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانة ديال الثوب. كما قلنا توصيل داخل وخارج المغرب. بالمناسبة هاد الجلابة هادي غادي ندير واحد الكليان ديالنا في مدينة وجدة الجهة الشرقية، تحية للناس ديال وجدة والمغاربة فين ما كانوا. الموديل ديالها جا راقي ورائع. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب، وما تنساوش الناس ديال اليوتيوب دوزوا عندنا الفيسبوك، يعني الباج ديال الفيسبوك راه نفس الاسم اللي كاين في اليوتيوب رشيد السبتي، راه كاينه حتى في الفيسبوك وكاين حتى في التيك توك. التيك توك راه نفس الاسم رشيد السبتي، حتى في كواي تايا راه دايرين فيها رشيد السبتي، والانستغرام راه حتى هو رشيد السبتي بالفرنسي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. يعني مازال الثوب، الى عجبكم هذا الموديل هذا وبغيتوه بحالو، مازال الثوب عندنا ديال هذه التيجه هذه. ما عليكم غير تسكرينوا الموديل وتصيفطوا لنا في الواتساب ونقول لكم الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. قبل ما تصيفط لنا الموديل غادي تاكدي من العبار، غتكوني خديتي العبار على الجلابه باش نقول لك بالضبط شحال، نعرفوا شحال غيقدك ديال الثوب، وغادي نقول لك الثمن ديالها بشحال تطلع بالضبط بالثوب وخياطه. لارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار. بالنسبه للمغرب راه تقريبا 24 ساعه كتوصلك حتى للدار، يعني فين ما كنتي من طنجه حتى القويره. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.